السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المرحلة المتوسطة، الصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، مادة الرياضيات. موضوع درسنا اليوم التمثيل البياني للدوال، الجزء الأول. سنتعلم اليوم بمشيئة الله تمثيل البيانات لتوضيح العلاقات، تمهيد مسألة نقود. يريد طلاب الصف الأول المتوسط القيام برحلة في نهاية الأسبوع بحيث يدفع كل طالب 10 ريالات. لدينا الجدول التالي، يمثل الثمن الكلي للاشتراك، العمود الأول عدد الطلاب وهي مدخلات، العمود الثاني العمليات، 10 ضرب ميم بحيث 10 المبلغ الذي يدفعه كل طالب، ميم عدد الطلاب، العمود الثالث التكلفة الكلية بالريال وهي المخرجات. المطلوب الأول أكمل جدول الدالة للتكلفة الكلية للرحلة. عدد الطلاب 1، تم التعويض ميم بواحد، 10 ضرب 1 تساوي 10. عدد الطلاب 2، تم تعويض الميم باثنان، 10 ضرب 2 تساوي 20. عدد الطلاب 3، تعويض الميم ب3، 10 ضرب 3 ب30. التعويض هنا ب4، 10 ضرب 4 40. عدد الطلاب 5، إذا التعويض ب5، 10 ضرب 5 ب50. تم إكمال الجدول. السؤال الثاني، عين الأزواج المرتبة عدد الطلاب والتكلفة الكلية على المستوى البياني. إذا لدينا عدد الطلاب المدخلات وتمثل إحداثي صيني، التكلفة الكلية مخرجات وتمثل إحداثي صادي. إذا على المستوى البياني لدينا عدد الطلاب ولدينا أيضا التكلفة الكلية. بالبدء بتحديد أول النقاط أو أول الأزواج المرتبة، 1 و10، إذا 1 و10. النقطة الثانية 22. النقطة الثالثة 33. النقطة الرابعة 44. النقطة الخامسة 55. تم تعيين جميع النقاط مع ملاحظة وقوعها على خط مستقيم. مثال، مسألة درجات حرارة، الجدول المجاور يبين درجات الحرارة السيليزية ودرجات الحرارة الفهرنهايتية المناظرة لها، مثل بيانيا العلاقة بينهما. لدينا جدول تكون من عمودين، العمود الأول درجة الحرارة السيليزية مدخل تمثل سينات، العمود الآخر درجة الحرارة الفهرنهايتية مخرج تمثل الصادات. المطلوب تمثيل العلاقة بيانيا، فبالبدء برسم المستوى البياني، لدينا درجة الحرارة السيليزية
ودرجة الحرارة الفهرنهايتية. البدء بتمثيل الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي. الزوج المرتب الأول 5 و41، مع ملاحظة أن المربعات هنا كل وحدة باثنان، هنا 2 4 6 8 وهكذا. 5 وجودها بين 4 و6 مقابل 41، إذن 41 هذه هي النقطة الأولى. النقطة التالية 10 و50، هذه النقطة الثانية. النقطة التالية 15 و59، النقطة الثالثة. النقطة الرابعة 20 و68، 20 و68، النقطة التالية 25 و77، النقطة الأخيرة 30 و86، 30 و86. تم تعيين جميع الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي مع ملاحظة وقوعها على خط مستقيم. المثال التالي: مثل بيانيا العلاقة التي يوضحها الجدول. لدينا جدول التكلفة الكلية للأقلام، عدد الأقلام في العمود الأول سينات، التكلفة بالريال مخرجات وهي الصادات، تمثيل بياني. إذا برسم المستوى لدينا عدد الأقلام والتكلفة بالريال. البدء بتحديد الأزواج المرتبة. الزوج المرتب الأول 1 و4، إذن 1 و4 هذه النقطة الأولى. الزوج المرتب التالي 2 و8، 2 و8 هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة 3 و12، 3 و12، النقطة الأخيرة 4 و16. تم تحديد جميع النقاط مع ملاحظة وقوعها أيضا على خط مستقيم. المثال التالي: مثل بيانيا صاد تساوي 2 س + 1. لتمثيل هذه المعادلة، أولا اختر 4 قيم للمدخلات سين، ولتكن -1 0 1 2، ثم عوض عن قيم سين لتجد المخرجات صاد. لدينا الجدول التالي: العمود الأول سين يتضمن القيم التي تم اختيارها -1 و0 و1 و2، العمود الثاني العمليات 2 س + 1 بتعويض السين بالقيم المذكورة أو المختارة، ثم إيجاد المخرجات وهي صاد 2 ضرب -1 -2 +1 إشارات مختلفة، القيمة المطلقة الأكبر -2، إذن الناتج بإشارة سالبة
بعد عملية الطرح سوف يكون الناتج الصاد هنا سالب 1. 0 ضرب 2 ممتاز، بصفر زائد 1 إذن الناتج 1. 2 ضرب 1 2 زائد 1 إذن الناتج صحيح 3. 2 ضرب 2 بـ4 زائد 1 ممتاز 5. الآن في العمود الأخير يتم ترتيب قيم السينات وقيم الصادات لتشكل أزواج مرتبة. أول زوج مرتب لدينا سالب 1 وسالب 1. الزوج المرتب التالي 0 و1. الزوج المرتب التالي 1 و3. أخيرا 2 و5. الخطوة التالية هي تمثيل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي. بعد رسم المستوى الإحداثي سالب 1 إحداثي سيني وأيضا سالب 1 إحداثي صادي. على محور السينات سالب 1 وكذلك على محور الصادات سالب 1. إذن النقطة الأولى. النقطة التالية 0 و1 على محور السينات 0 في المنتصف و1 موجب على الصادات إذن في الأعلى. هذه النقطة التالية. النقطة الثالثة 1 و3 1 إحداثي سيني و3 إحداثي صادي. النقطة الرابعة 2 و5 2 محور سينات و5 محور الصادات. تم تحديد جميع النقاط مع ملاحظة وجودها على خط مستقيم، إذن هي معادلة خطية. ولاحظ أن جميع النقاط تمثل حلول لهذه المعادلة. تقويم: مثل بيانيا العلاقة التي يوضحها الجدول. ثمن التفاح، الكتلة بالكيلو جرام في العمود الأول، والثمن بالريال في العمود الثاني. فاصل، ابدأ الحل. إذن برسم المستوى الإحداثي، الكتلة بالكيلو جرام والثمن بالريال. أول النقاط لدينا 1 و5. إذن 1 و5 هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية 2 و10. النقطة الثالثة 3 و15. النقطة الرابعة 24. تم تمثيل جميع الأزواج المرتبة والنقاط وهي على خط مستقيم. تقويم: مثل بيانيا المعادلة صاد تساوي سين زائد 2. فاصل، ابدأ الحل. أول خطوة هي اختيار 4 قيم للمدخلات سين، ولتكن 0 1 2 3، ثم عوض عن قيم سين لتجد المخرجات صاد. إذن الجدول لدينا أول عمود قيم السين التي تم اختيارها 0 1 2 3. العمود الثاني سين زائد 2 وهي العمليات كما جاءت في المعادلة. يتم في العمليات التعويض السين بالقيم المختارة. ناتج العمليات في العمود الثالث وهو المخرجات صاد.
صفر زائد اثنين باثنين، واحد زائد اثنين بثلاثة، اثنين زائد اثنين كم تساوي؟ صحيح أربعة، ثلاثة زائد اثنين خمسة. الخطوة التالية كتابة الأزواج المرتبة، الزوج المرتب الأول صفر واثنين، الزوج المرتب التالي كم يكون؟ ممتاز، واحد وثلاثة. الزوج المرتب التالي اثنان وأربعة، آخر زوج مرتب هو صحيح ثلاثة وخمسة. البدء الآن في تمثيل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي، ثم تحديد هذه النقاط. النقطة لدينا صفر واثنين، الصفر إحداثي سيني، اثنين إحداثي صادي، على محور السينات صفر في المنتصف، اثنين موجبة إذن للأعلى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية واحد وثلاثة، واحد إحداثي سيني، إذن على محور السينات واحد، وثلاثة على محور الصادات، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اثنين وأربعة، أيهم إحداثي سيني؟ ممتاز اثنين، إذن على محور السينات اثنين، وعلى محور الصادات أربعة. النقطة الأخيرة ثلاثة وخمسة، أيهم إحداثي صادي؟ صحيح خمسة، إذن أولا على محور السينات بثلاثة، ثم على محور الصادات بخمسة. تم تحديد جميع النقاط مع ملاحظة وقوعها على خط مستقيم. تعلمنا اليوم التمثيل البياني للدوال، وتم عرض تمثيل العلاقات بيانيا، وكذلك تمثيل المعادلات بيانيا. شاكر ومقدر لكم متابعتكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.